مستمعينا صباح الخير، وكنتمنى لكم اوقات حلوه وطيبه برفقتنا ورفقه هذه الفقره هذه اللي خصصناها هذا الاسبوع الحديث على العنايه بالشعر. شفنا البارح مجموعه النصائح بخصوص الشعر الدهني وكيفاش ما نزيدوش من الدهنيه ديالو، يعني ما نزيدوش من داك الدهنيات اللي في جلدات الشعر ولا اللي في الشعر. غنواصلوا مع السيده ملكه مناصف خبيره التجميل بمدينه رباط. سيده ملكه اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم، كذلك شكرا. اليوم نعطي واحد الشامبوان وبعض الوصفات اللي باش تحدوا من هذوك الافرازات وتنقصوا شويه من الشعر الدهني. ناخذ الشامبوان هو الاول. ناخذ 6 معالق كبيره من صابون طبيعي اللي مصنوع من زيت الزيتون او من الجليسرين. 6 معالق راه معروفين، نحكو كي 6 معالق تنحكو الصابون ونزيد 6 معالق. نعم. 2 معالق من عصير الليمون، الليمون ماشي الحامض، البرتقال. برتقال 2 معالق عصير الحامض. 2 معالق عصير الحامض. 2 معالق خل التفاح او الخل العادي ديال الخل، تفاح من الافضل. نص سيترو ديال الماء مغلي، نص لتر ديال الماء مغلي، وقشره الليمون وقشره الحامض. ما نقشروا هذاك القشره ديالهم، ناخذوا 2 طراف، طرف من الليمون طرف من الحامض، 2 طراف كبار، هادو باش يعطيونا لي زوي ليسونسييل ديالهم، الرائحه ديال الحامض والليمون. طرف كبار يعني نص ليمونه، القشره ديال نص ليمونه والقشره ديال نص حامضه. نعم. ونقطعوه طرف طرف غير عادي، يعني ماشي صغار بزاف ماشي كبار، ونغليو في داك الماء اللي عندنا، داك نسيطرو الماء نغليوه شويه. نعم. القشره ديال الحامض والليمون حتى يطيبوا، ملي تيطيبوا تنصفيو داك الماء، ملي تيبرد كنلقاو كله على وجهه كاين لي زويل ايسونسييل ديال داك الشيء. المهم تناخذو داك الماء وتنزيدو عليه الصابون المحكوك. نعم. فوق النار مهيلة تنبقاو نحركو حتى تيدوب، إلا جانا قليل وجانا قاصح تنزيدو الماء. نعم. تنزيدو عليه عصير الليمون في الأخير، ما كنغليوهش عصير الليمون وعصير الحامض، عصير الليمون وعصير الحامض يكون مصفي معصر ومصفي، ونحركوه مزيان فوق النار، ومن بعد تنخليوه 24 ساعة، ما تنغسلوش بيديك الساعة. واخا بالنسبه لعصير الحامض والبرتقال واش نستناوه حتى يبرد ولا غير نحيدوه من فوق العافيه ونحطوه؟ لا عصير ما تنغليوش هو بوحدو، لا حتى يذوب الصابون، يذوب الصابون ونطفيو عليه، نخويو عليه هذاك في الاخر، نخويو عليه هذاك العصير مصفي وصافي ونطفيو العافيه. نعم. تنغليوش ما تيبقاش يتغلى بزاف، وصافي تيطفى العافيه وتيتحرك مزيان، وتنخليوه تيكون فيه الخل والحامض والليمون. نخليوه 24 ساعة. خصو يكون جاري شوية بحال الشامبوان، إذا كان قاصح نزيدو الماء. نعم، نعاودو المقادير إلا سمحتي يا مليكة، الله يسهل عليك باش السيدات يسجلوا معنا. 6 معالق كبيرة صابون طبيعي من زيت الزيتون أو من الجليسرين. هاد الصابونات بجوج تيتباعو في التجارة في الكوميرس. ربما هذيك ديال الجليسرين ماشي مغربيه اسبانيه ولا شي حاجه بحال هذا الشيء، ولكن كاينه ترونسبارونت، يعني الصابون اللي تيبين. نعم. تشوفي من موراه. 6 معالق ديال قلنا الصابون طبيعي محكوك، 2 معالق ديال عصير الليمون، 2 معالق عصير الحامض، 2 معالق خل التفاح، نص لتر من الماء نغليو فيه قشره الليمون وقشره الحامض. نعم. تنغليوهم حتى تقريبا يطيبوا، غادي نقص لنا الماء، هذا هو علاش خصنا نعبروا السيترون، اذا كان ناقص نزيدوا الماء. تنصفيوه وتنزيدوا فيه داك هو سخون، تنزيدوا فيه سميتو الصابون، ومع التحريك فوق النار مهيله تنحركوا نحركوا تيذوب داك الصابون، وتنزيدوا عليه العصير الليمون والحامض والخل، وتنطفيو النار ونخليوه. نعم. يعني هذا استعمال عادي بحال الشامبوان. استعمال عادي ما فيش مواد ضاره ما والو، وتنفع الشعر بزاف، بحال كديري له واحد تريتمون، يعني كل مره راه فيه الحامض فيه الخل فيه كلشي، تاخذ الشعر براق وتيسد المسام ديال الشعر وتينقص من دوك الافرازات الدهنيه.
وسميتو وفتشلال دائما تنديرو معلقه ديال الخل ضروري او ديال الحامض في الشعر الدهني دائما. نعم معلقه في الطاسه الاخرى ديال هذا ياك ملكه. نعم في الطاسه الاخرى اللي غنخويوها على راسنا الاخرى اللي غنخويوها ونمسحو راسنا. نعم يعني بالنسبه للشعر الدهني قلنا بان عنده مجموعه ديال المشاكل اللي فيه اللي هي يعني كيكون منظره ماشي زوين من النهار الاولاني ولا الثاني ديال الغسيل ديالو. هذا الشامبوان هذا انا غنبدا زوين من بعد الغسيل ديالو كيكون براق ومزيان وما كيطلقش لي دم دغيا دغيا حتى دوز 3 ايام ولا اكثر. وباش نعطي بعجاله لان كان الوصفات بزاف وبغينا ندوزو غدال شي حاجه اخرى. الحامض كما قلت سيد المسام ضروري يعملوه في هذا ولا يزيدوه حتى في الشامبوانات ديالهم في سد المسام. يمكن نستعملوا نفس الوصفه هذه ديال هذا الشامبوان بالماء ديال القرنفل ماشي بالليمون. نحيدوا ديك القشر الحامض والليمون ونغليو القرنفل حتى هو تيسد المسام وتيصاوب. يمكننا نفس الوصفه نعملوها بالدباغ. الدباغ راه معروف هو لو بوا دو باناما تينشف الشعر شفت الريغولاريز تي قاد الافرازات الدهنيه اللي تكون في الراس. نغليو هذاك الدباغ والماء ديالو فيه نرميو الصابون وفيه نديرو شويه الخل شويه ديال الحامض ونغسلو به الشامبوان. هاد الشامبوانات يمكن ينشفوا لنا شعرنا شويه ولكن خصنا نديرو ديميلور من بعد والديميلور ما ندهنوش في لي غاسين نديروه غير في الشعر. نعم ما نديروش في الجذور ندهنو الشعر بالديميلور ونشللوه. يمكن كذلك يكون بأتاي الأخضر تتطحن أتاي تنشف الشعر أتاي مطحون تولي بحال الحنة مطحون أتاي أخضر باش ديالنا المغرب ماشي أتاي الكحل. أتاي الأخضر مطحون كذلك يتغلى يتصفى الماء ديالو بيه نصابو هاد الشامبوان. أنا عطيت بثلاثة ديال الأشكال ديالها في هاد الوصفة والسيدات يشوفوا شنو اللي جا معاهم. نعم يعني ذاك الماء اللي غلينا ودرنا فيه القشور ديال البرتقال والحامض هذا هو اللي كنبدلو فقط الباقي تيبقى كذا بحال بحال. نعم يعني يا كنديروا القرنفل في عوض ذاك القشور ديال الحامض والبرتقال يا كنديروا شويه ديال الدباغ يا كنديروا اتاي ديالنا الخضر العادي يا القرنفل كذا يا القرنفل. سناخذوا كذلك 4 معالق ديال ماسك 4 معالق ديال الطين الاخضر 4 معالق ديال الطين و4 معالق ديال خل التفاح وثلاثة ديال الماء ثلاثة الحاجات فقط كنخلطوهم مزيان 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 تنديروهم ماسك الجذور الشعر. تناخذوا بيكربونات كذلك مع الماء فقط تنشققوا بها شعرنا البيكربونات تتباع في الصيدلية. تناخذوا الطين الأخضر نعم مع معلقة ديال الخل مع القد الخل مع هذا اللي عطيت دابا عطيتك اصفر بيضة لا ما فيهش اصفر بيضة في الماء هذا هذا الطين الاخضر مع معلقة ديال الخل مع اصفر بيضة كذلك للجذور منها تيغديهم ومنها تيقد الافرازات. نعم كاين الطين الاخضر كذلك مع اتاي اخضر مطحون بحال اللي قلت قبيله مطحون ومغربل لما كيتطحن تيكون بحال الحنة مغربل ولا بغاو العيالات تتحلهم بسهوله تيديروه يسخن شويه في الفران ماشي يتحرق غير سخونيه لما تيسخن كيتطحن. نعم مع معلقه ديال الخل والماء يتخلط مع الماء تيولي واحد العجين شويه جاري بحال لاكريم وكيتدهن به الجذور ديال الشعر. نعم هادو كلهم تينشفوا الشعر. نعم شحال نخليوهم تقريبا امريكا الماسك تيخصو نص ساعه او ساعه شحال ما خلوه مزيان ساعه مزيانه نص ساعه ثلث ساعه. وكما قلت في الاول ما نساوش نعملوا شويه ديال الطين الاخضر في القرعه ديال الشامبوان ديالنا من بعد ما نديروها في الماء خصنا نديروها في شويه ديال الماء نديروا الطين الاخضر معلقه ديال الخل او الحامض ونحركوه مزيان ونخلطوا في القرعه ديال الشامبوان ديالنا دائما. هذا تريتمون تيكون يومي يعني في كل غسله في كل غسله كنديروه. نعم السيده مريكا شكرا.